اهتمامات هوليوود وأهل هوليوود تتبدل من فترة لفترة ومن سنة لسنة، غالبا ما تتحول هالاهتمامات إلى قضايا رأي عام حول العالم. من سنوات درج الحديث مثلا عن المساواة بين الممثلين السود والممثلين البيض بالسينما الأمريكية، وكمان خاصة بجوائز الأوسكار. السنة الماضية كان التركيز على المساواة بين أجور الممثلين والممثلات بعد ما تبين أنه النجوم الرجال بيتقاضوا أجور أعلى من النجوم النساء. اليوم الموضة هي التصدي للتحرش الجنسي، وهم هوليوود يبدو اليوم محاربة المتحرشين. بين هوليوود وبيروت منشوف هالتقرير. منتج شهير في هوليوود اتهم بالتحرش. Then he comes back out and he's fully naked. And he just kept asking me to watch him masturbate. استنكر فعلته ممثل شهير، ولكن سرعان ما فتح ملفه وظهر أنه هو أيضا متحرش. بين المنتج والممثل، وكأنها هوليوود تطهر نفسها من آفة التحرش. I'm sorry. I have a boyfriend. No, that's okay. I'm married. لم تكن الطريق إلى الشهرة في أي يوم من الأيام سهلة، والتنازلات الجسدية أو النزوات الجنسية لطالما اعتبرت جزءا من اللعبة في عالم الترفيه، ولكن حجم الفضائح والأسماء المتداولة التي تخطت التوقعات جعلت أخبار هوليوود تتقدم على أخبار الرئيس دونالد ترامب في نشرات الأخبار الأمريكية. Millions of women sharing their own stories online. أخبار المنتج هارفي وينستاين والثلاثين امرأة اللواتي اتهمنه بالتحرش فتحت الباب، أما المزامير فقد قرأتها الممثلة أليسا ميلانو التي أطلقت عبر موقع تويتر هاشتاغ #MeToo لشجب التحرش وفضح المتحرشين. It is a cultural issue that I think that we have to face. سرعان ما تحول هذا الوسم إلى قضية رأي عام دولية وإلى حملة افتراضية بكل اللغات. حتى الأمم المتحدة دخلت على الخط وقالت: آن الأوان لتغيير ما هو سائد. لائحة المتحرشين في هوليوود طويلة وتضم بن أفليك، ستيفن سيغال، كيفن سبيسي، داستن هوفمان وأوليفر ستون. هؤلاء ألغت شركات الإنتاج عقود عملهم السارية وتوقفت عن إصدار أعمالهم الجديدة. أما من كان مقرراً أن يحصل على جائزة تكريمية قريباً فقد طلب منه أن يبقى في البيت. إنها هوليوود تقاصص المتحرشين. هوليوود إذن جاهزة لمكافحة التحرش. ماذا عن بيروت؟ الوسط الفني اللبناني غير جاهز كما يبدو. جمعية كفا انضمت إلى الحملة العالمية وأطلقت هاشتاغ أنا أيضا باللغة العربية عبر صفحتها على فيسبوك، لكن الوسم لم يلقى تجاوبا يذكر، واقتصرت المشاركات على شهادات من سبع سيدات استخدمن أسماء مستعارة. وفيما كتبت كفا في بوست نشرته أنه تبين لها أن معظمنا لا يملك صورة واضحة عن الفرق بين التحرش والاعتداء الجنسي، وحدها الزميلة رونا حلبي كانت اسما معروفا. حلبي كتبت عن تجربتها مع التحرش، ولكن ليس في التلفزيون وإنما في الشارع، عندما استدرجها شخص وهي في 13 من عمرها وحاول الاعتداء عليها. حسيت أنه يمكن إذا أنا بعمل شير لقصتي وبحكي عنها يمكن في عالم يتشجعوا كمان يحكوا أكثر. لأن حملة أنا أيضا بدأت في هوليوود، اتصلنا بعشر ممثلات لبنانيات شهيرات للسؤال عن التحرش. ثمان من العشر قلنا أنهن تعرضن لنوع من أنواع التحرش من قبل منتج أو مخرج أو ممثل زميل أو حتى مدير تصوير. ثلاث من هؤلاء قلنا أنهن سبق وتحدثن عن التحرش في الإعلام، فشنت ضدهن أعنف الحملات وتوقف المنتجون عن التعامل معهن. العشر رفضن التحدث أمام الكاميرا ونصحونا أن نحضر مريم نور عملاً بمقولة مجنون يحكي وعائل يسمع. وبيجيب البنت على التلفزيون بالأول بحطها على الفرشة بتجي على الشاشة بتحكي هالشاشة لأنه هو مريم نور. لا تبدو اليوم أكثر من سيدة عجوز تبحث عن الانتباه. هي المجنونة التي أحبتها البرامج الحوارية لأنها تصنع الجلبة، ولكن السؤال اليوم: هل
من عاقل يتكلم ليسمع مجانين التحرش في الوسط الفني؟ شو هي حقيقة الصورة بلبنان وهل المجتمع الفني اللبناني جاهز للحديث عن التحرش وعن التنازلات الجنسية اللي يطلب تقديمها كثمن للشهرة؟ هذا هو موضوعنا بالفقرة التالية، وضيوفي هن المخرجة والمنتجة والممثلة سابقا ميرنا خياط أبو الياس، أهلا وسهلا فيك. أيضا الإعلامية بإذاعة لبنان الحر والممثلة من وقت للتاني وفاء شدياء، أهلا وسهلا فيك. ومؤسس موقع الأوائل نيوز الصحافي عادل سمية، أهلا وسهلا فيك. عادل، اسمح لي بلش من عندك بما أنه أنت ضيف عندي لأول مرة. شو منعرف اليوم عن التحرش بالوسط الفني اللبناني؟ مثل هوليوود واكثر بكثير بعد التحرش بلبنان، بس بعد ما في عندنا ثقافه نحكي فيها، ما في عندنا ثقافه البوح، بعدنا بنخاف نحكي، بعدنا بنخاف نقول ونسمي الاسماء الاشياء مثل ما هي باسمائها، بنخاف انه المنتج ياخذ منا الدور او المنتج ما يعود ينتج الاغنيه اللي بده ينتجنا اياها، او الممثل يحط بيته علينا، او حتى الكرو يعمل كومبينات. يعني ميرنا بتعرف انه الكومبينات بالوسط الفني خطيره كثير، فهي موجوده وبشكل كثير كبير. كيف بنعرف هيدا الشيء؟ بنعرف بالكواليس، يعني في كثير فنانين بقعداتهم بخبروا انه هن تعرضوا للتحرش. وخلينا هون بس نوضح انه بين التحرش الجسدي والكلامي في فرق، والتحرش الكلامي اوقات بيكون اخطر بكثير من التحرش الجسدي، لانه ممكن تجرح الشخص اللي مقابلك وحتى ممكن يعني تسبب له اذى نفسي بالحكي اللي بتوجه له اياه. هو على كل الاحوال بتبلش هي جاست نبض بالكلمه. وفاء، شو بنعرف يعني شو بنعرف على الهواء وشو بنعرف تحت الهواء؟ اول شيء بدي بلش من هوليوود. انا بحس انه ما بعرف، في علامه استفهام كثير كبيره حول هيدي الموضه اللي طالعه. يعني بتحس انه بشكل جماعي طالعه الشغله، شو السبب، شو الهدف؟ بتصور الهدف اكثر من انه وحده مثلي وعيت على حالها من 20 30 سنه تحرش فيها هيدا الممثل او هيدا المنتج وهلا قررت تحكي. السبب يمكن اكبر من هيك، يمكن التعويضات زادت كثير، يمكن التشهير بالاسماء اللي قبالنا او اللي قبالهم، التشهير بالمخرجين، التشهير بالمنتجين لغايه في نفس يعقوب. بتصور انه هيدا الموضه اللي طالعه في اكثر من علامه استفهام حولها. نعم. هيدا هوليوود. هلا بلبنان ما بدنا بلا طول سيره، بدنا سيره وانفتحت. سيره وانفتحت ساعتين. سيره وانفتحت. ما بعرف، التحرش كلمه كبيره وكلمه بتحمل بطياتها كثير كثير امور وكثير معاني. هلا ما بعرف اذا بتصير الشغله بالتكافل والتضامن وبيمشي الحال وبيتفقوا، لانه في اكثر من مدرسه بين هلالين مدرسه يعني. وانا بحترم حريه الاخر، بحترم كل القناعات اللي هي بتنافي قناعتي. يعني في البعض اخذها بزنس، اخذ تحرش بزنس، البعض الاخر اخذ انه الغايه تبرر الوسيله، البعض الاخر بيقول انه انا ربنا عطيني جمال جسدي، ليه ما بدي استفيد منه؟ أكان بدي طلع بمردود مادي، أكان بشهرة، أكان بزنس. بنرجع للبزنس. بنرجع للبزنس. هلا بالمجال الفني، مع احترامي للكل أكيد وما لقناعات الكل، بتصور إنه المنتج ما رح يجي هيك من الباب للطاقة، كلهم عندهم إلى حد ما خلفيات ثقافية. يعني نحن منا عم نحكي، مع احترامي لناطور البناية، بس منا عم نحكي عن هالأشخاص المعترين بين هلالين، يعني اللي عم بيعتدوا واللي عم بيتحرشوا بالشارع واللي عم بيحاولوا يغتصبوا، ما عم نحكي عن هيك. نعم. نحن عم نحكي عن ممثلين، نحن عم نحكي عن منتجين، عم نحكي عن مخرجين، عن أسماء حلوة، عن أسماء لمعت، عن اعلاميين، عن مدراء او رؤساء تلفزيونات، مدراء تلفزيونات او اذاعات، انه نعم. يعني عم نحكي عن ناس مش هيك انه بتحرش فيها،
بده يكون في قبول من الميلتين. نعم يعني هو اذا صار في قبول من الميلتين بطل تحرش، صار في فاذا بدنا هون ننفي 80 او 85% من تهمه التحرش، تحرش المنتج. نعم. بالممثل. هلا هي حسب، خليني بس يعني لنصوبها، حسب تعريف عفوا حسب تعريف كفا المبني على التعريف العالمي، التحرش هو أي صيغة من الكلمات الجارحة التي تتضمن إيحاءات جنسية أو طلب بممارسة الجنس تنتهك خصوصية الجسد وتؤذي مشاعر الشخص المتلقي وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو الإهانة أو الترهيب، اللي هو هذا إذا بدك المفتاح، يعني واحد بيجرب إذا جرب ومش الحال صرنا بالمرحلة الثانية بمرحلة البزنس، إذا جرب وما مش الحال يا إذا بحالة الممثلة بقى تقعد ببيتها لأنه المنتج أو المخرج رح يعني مثل ما قال عادل رح يقطعوا له ورقة. في منهم بيفكروا زفين بهالطريقة هيدي. نعم. وأنا بحترم قناعتهم، أنا أوكي بيمشي حالي مع المنتج، بظهر بتغدى بتعشى بتسلى بطلع على الشاشة بنشهر باخد مصاري بياخدني من مسلسل لمسلسل لمسلسل وبالنتيجة شو عم بينقص مني؟ هي مش قناعتي، عم بحكي هيدي القناعة اللي في كتير بفكروا بهيدا الإطار. قد ايه بالمية برأيك؟ يعني قلت لك ال 15% بوجه لهم تحية وفي ال 85% كمان بوجه لهم تحية. نعم. أستاذة ميرنا أنت مش بموقع علامة، أنت بموقع المخرجة المنتجة زوجة المنتج وممثلة بفترة من الفترات، كيف بتشوفي هذا الموضوع؟ أول شيء شوي استفزني ريبورتاج أنه بس كل المتحرشين هن رجال، هذا شيء مش مزبوط. صحيح. يعني نحن بنشوف في بلاتفورم كتير كبير بنشوف بكتير مجالات أنه ثلاثة أرباع الأوقات الخطوة الأولى تعملها البنت أو الإمرأة أو السيدة من اي باب، لانه هي اللي بدها تشوف قدامها في قبول، هي اللي عم تطحش، وخاصه نحن هلا ليتلي صار في جراءه غير طبيعيه غير طبيعيه. هالشيء مش بس بالفن، يمكن نحن عم نحكي عن الفن هلا لانه اكثر شيء يضوى عليه واكثر شيء بيكون موجود بوسائل الاعلام واكثر شيء وموضوعنا هلا اليوم ولكن هو موجود، ما بدنا نحكي عن شيء ثاني، موجود وين ما كان. يعني هلا ليتلي البنت او السيده عم بيكون عندها جراه غير طبيعية تنحكي بالفن، انه هي عم تعمل دايما الخطوة الاولى، وتبتوصل لمحل بتلاقي يمكن بتلاقي طريق مسدود دغري عم تروح على التحرش. طيب انا مش ممكن انا اوكي في منتجين وفي مخرجين والبدكين ممثلين في عندهم مرض، هول بيغتصبوا بيتحرشوا، نحن هون عم نحكي مرض مثل ما الانسان عنده حي الله مرض ثاني. بس انت عم تصفي مع الرجل ضد المراه، يعني انا استفزني انه بس نحكى على الرجل. نعم. انا عم بشوف قدامي بس اللي عم تطلب انا خبرتي. نعم. ما انا بشوف قدامي اللي بيعمل ستيب الاولي بثلاث ارباع الاوقات مثل ما قلت وفاء كرمال البزنس وكرمال لحتى هلا هي ليش اكثر مأذيه بالاعلام تنعزى اكثر بالفن؟ لانه الشهره هي مرض، وقتها بيضربها المرض وعم تشوف قدامها كل سبوت لايت بتصير بدها تعمل شو ما كان. نعم. هي اللي بدها تبلش بالخطوة الأولى بالتحرش، مش معناتها الرجال مش متحرشين، ولكن ليش هيدا الموضوع عم يبقى تابو؟ تنحكي هلأ بالمظلومات إذا بدك، بيبقى تابو لأنه توقف حياة الإنسان والكارير تبعوله. إذا بهوليوود المتحرشين عم بيلغوا الكونتراكتس كلهم تبعولهم، إن كان بورنر أو ببي بي سي، يعني ليت شفنا ببي بي سي كمان وبكذا محطة وبكذا راديو كلها أسامي شاركت إذا بدك وكان إلا يعني شاركوا بشي بالتاريخ معهم، حتى من الهيستوري تبعولهم شالوا لهم أساميهم، نحن هو اللي ما بنعترف إنه كانوا موجودين معنا، بس هو اللي مش ناس قطعت هيك أن باسان، صار في إثباتات، ولكن وين بده يجي الإثبات وقت وحدة بدها تجي تقول لك تحرش فيني، تجي بتعرف بعدين بعدين بعدين، هلا فهمت ليش كانت عم تحكي هيك، مش دائما نحن نغط وإذا بدك نصب غضبنا بس على المتحرشين، لأنه في ناس الرجل عنده ضعف، ايه عنده ضعف، بشوف قدامه بلاتفورم مفتوح. نعم. طيب ليش؟ بس كثير مش معناتها انا ما ذكوري موقفي. لا انا بضم صوتي لصوتها. ما بيقولوا ما بيحارب المراه الا المراه، ما في مثل هيك بيقول. لانه نحن يعني عندما يكون هنالك يعني نحن ما عم نحكي ما عم نطلق احكام انه منيحه او مش منيحه، منيحه او مش منيحه. لا اطلقنا احكام زفان. لما يكون الثمن، يعني انت كامراه
نعم. وك يعني الشخص ضمن المجتمع المشاهير لما يكون الوصول ثمنه تنازلات جسديه، شو بيكون موقفك؟ موقفي مثل يعني ما قلت اللي ما عنده مشكله، اللي ما عنده مشكله ما عنده مشكله تستفيد، هذا بطل اسمه تحرش. ايه بس اللي عنده مشكله ووقف الكارير تبعها بسبب انه ما لم تستجيب للمخرج والمنتج، انت اليوم شو موقفك منها؟ وهل فينا نعمل شيء لنساعدها انه يعني ما تقتل موهبتها لانه ما قررت او ما حبت تعمل هالتنازل؟ اذا بدك احكيك بكامل الصراحه ما فيك لا انا ولا انت ولا حدا يساعدها، لانه هيدي المافيا موجوده من زمان، ويلي ما عنده تنازلات ما رح يكون عنده بحياه عمره ولا فيلا ولا 100,000 سياره موديل السنه ولا ولا ولا، والاكزامبلات كثير قدامك موجوده، ما رح يتعبوا بعرق جبينهم تيوصلوا، مش معناتها الفن ما بيطعمي لقمه خبز مبلا، ولكن بيطعمي لقمه خبز محدوده، ما بيطلع ارغبه خبز بالايام اللي ما بيطعمي باكيت اذا بدك يعني عم نشوف قدامنا، بس انه اذا بدك تجي تقول لي نحن رح نوصل بالمجتمع الشرقي لوقت انه يصير الحكي عن هذا الشيء اوبن؟ لا هلا ولا بعدين. افتتحت زفان كنت عم بتقول قبل انه كان في موضه انه بهوليوود الممثلات الصوت، لا هيدا موضوع كومبليتلي ديفرنت، ما فينا ابدا نشبهه لهالشيء اللي عم بيصير اليوم. حتى يمكن انت من اول اشخاص يلي بالعالم العربي اطلع اتطرق لمواضيع جريئه مثل المثليين و كمان هيداكي انا بعتبره كثير ديفرنت، لان هيداكي يعتمد على قرار شخصي. هون نحن عم نحكي اللي عم بيقول عم بيتحرش فيني حدا عم بيشمل حواليه ناس، بعدين وين الاثباتات؟ وين الاثباتات؟ يعني انا بشوف قدامي شو بصير، انت بس القط حيلا تليفون وشوف المساجات من البنت او من المراه هي اللي بتنبعث، وفرجيني كيف الجوابات بدها تكون. يعني بصراحه زبان بصراحه هون بدهم يقوموا علي، يمكن ما بعرف قاموا علي وخلصوا هلا. اوقات ميرنا اوقات بشوف نساء بخجل انه انا انثى، بقول انا يا ريت ماني انثى. بشوف نساء هالقد عندهم وقاحه، هالقد عندهم ما رح اقول جرأة، وقاحة وقاحة بلوس، يعني هالقد فولجار، هالقد بدهم يعملوا شو ما كان ليوصلوا. بقول انا عن جد عن جد بستحي اقول اني انثى، بستحي. نعم. عادل اذا بدي اعطي الكلمة الختامية لإلك، يعني من الواضح انه المجتمع اللبناني الفني غير جاهز لمواجهة هذا الامر، يعني طالما عم نوجه يعني ما عم نقدر يعني نعترف انه في، لانه ما في اثباتات، يعني وهيدا اللي قالته ميرنا، يعني اليوم ما في اي اثبات، يعني اذا انا اليوم بدي اجي اقول فلان او اكس او إجريك حاول، ما في اثباتات، بس في كثير حتى يعني نحن حتى اليوم لما يعني نكون قاعدين بالكواليس صرنا بنعرف كل مخرج شو هويته الجنسيه، كل منتج شو بحب مزبوط. شو ما بحب، زمان في يعني استغلال، في استغلال من اكثر شيء يمكن خلينا نحكي من المنتجين. ليش من المنتجين مش من المخرجين؟ من المنتجين، لان هن اصحاب الاموال، هن قبضت العمل كله بايدهم. في استغلال ايه، بس اذا مثل ما انت عم تحكي يوميا في تحرش، لا لا مش هاليوم، مش هالقد. كيف بتصير؟ كيف بتصير القصه؟ هي بتصير يعني. هي في ستبس، مضبوط، بتبلش اول شيء كلاميا، بعدين بترجع بتتطور غدا عشا مثل ما قالت وفاء. بدي اعمل لك مسلسل، مزبوط، مسلسل كليب، ونحن على فكره عم ندور على شيء، بس كمان بين الشباب والشباب والبنات والبنات. نعم. عم يصير في تحرش كمان، يعني بنشوف منتجين مثل ما انت قلت في ميول، صرنا بنعرف الميول. في سؤال محق شوي، عم بتقول انه بالجلسات بالكوليس نسمع هيدا المخرج شو بحب. نعم. وهيدا المنتج شو بحب هيدي. لا ما عجبتني، لانه بتعرف ليه؟ لانه بدي اسال انه مين اللي عم بيخبر المنتج شو بحب والمخرج شو بحب؟ اكيد مش هن اللي عم بيخبره. لا ما هو بيكونوا الممثلين المتعرضين اي متعرضين للتحرش الفايتين بالبزنس او المخرجين. ما هي مش تحرش هيدا، اللي فايتين بالبزنس واللي عم بيخبروا. استغلال. نعم هيدا استغلال يعني الاخر الجسد. بس لا ما انا انسان، انسان قائم بحد ذاته، في يقول لا وفي يقول ايه. نعم. وفقا لقناعاتي، بس في كفه الميزان بترجع هيك انه بين الشهره والمجد وبين انه امشي ورا قناعاتي وصون حالي وضل محترمه. لا شو عليه؟ مش شو رح ينقص مني؟ يلا لا اوصل هيك بصير. نعم. طب عادل فينا نقول كل حدا وصل اليوم عامل هالتنازل؟ لا اكيد ما فينا نعمم، يعني مثل ما قالت وفاء 85% تما نقول اكثر. ايه لانه مثل ما كمان قالت ميرنا انه يوم ما حدا بيوصل للشهره الكثير كبيره
وبصير معه ثروات واموال وسيارات لا قصدي مفاجأة، انا ما عم بحكي مفاجأة، يعني مفاجئة. يعني بنشوف نحن اليوم فنانين معهم صار ملايين بفترة زمنية كتير قصيرة بالوقت، يعني تدعو الى الريبة، يعني في تدعو الى. انا بدي اشكركم، يعني هيدا ملف مفتوح بس هو لدعوة يعني ظهور بطلة بالوسط الفني لتفتح هيدا الباب لنشوف شو بيصير. أي باب؟ ممكن تكون باب الاعتراف وكسر التابو. رح يبقى تابو. لا بتعرف إلا بحالة وحدة، إذا حدا انطفى نجمه وبده يرجع يبين إعلامياً، كان كثير وبده يرجع يبين إعلامياً، بتطلع بروباغندا بروباغندا ني بلوس ني موا. بريك وبنرجع. بلا طول سيرة مستمر معكم بعد الإعلان. We'll be right back.